السلام عليكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين. بس عيد الأضحى طبعا شرفتونا في الويبنار جديد. طبعا شرفنا بجد، يعني شرفنا وشرف السنتيفيك ميتنج كافيه وجود الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوي، بروفيسور أوف بيدياتريك أند تكنولوجي أند دايابيتيز، منصورة يونيفرستي، في كولج أوف ميديسن منصورة يونيفرستي. طبعا دكتور أشرف يعني من بايونيرز في البيدياتريك أند كراينولوجي، وشرفينا جدا وشكرا إن هو يعني سمح لنا إن احنا نعمل ويبنار في اخر العيد. ويا رب الويبنار كله يعجبكم. واهلا وسهلا دكتور اشرف، انا عرفت بنفسي سريعا. انا دكتور رامي الشربيني، كونسلتنت اوف بيدياتريك اند نيناتولوجي اند بيدياتريك كلينيكال نيوتريشن. وطبعا شرف ليا ان اسميك استاذ دكتور اشرف الشرقاوي معانا في اول ويبنار، وان شاء الله يبقى فيه ويبنارز كتيره مع دكتور اشرف ان شاء الله. اتفضل دكتور اشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شرفت دعوة الكريمة من الدكتور رامي، وأتشرف بحضراتكم دايما إن شاء الله. هو طلب مني يعني ريفيو سريع للتايب 1 مانجمنت في البيدياتريكس. أنا عايز أعرف بس السكرين باينة ولا لأ؟ الشاشة بتقول يا دكتور رامي؟ باينة دكتور، باينة. هو تايب 1 دايابيتس طبعا هو كرونيك ديزيز نتيجه الاوتو اميون ديسوردرز، بيحصل مينلي في التايب 1. ايه مشكله الاطفال؟ يعني احنا كاطفال احنا بنفرق ايه عن الادلت؟ يعني ايه المشكله بتاعتنا، او احنا بنفرق ايه في الادلت في البيدياتريك عن الادلت من الـ يعني في المانجمنت؟ اول حاجه بنفرق فيها ان الانسولين سنسيتيفيتي بتختلف. يعني الطفل المولود الانسولين سنسيتيفيتي بتاعته بتختلف عن التشايلد هود، بتختلف بعد كده على الادلسنت، بتختلف بعد كده عن الادلت. انا في واحد عايز اكتفه في الاكل، عايز اخليه ياكل بكميه قليله جدا بحيث ان هو ما سكره ما يعلاش، في نفس الوقت عايز ياكل كويس جدا عشان يحصل له فيزيكال اند منتال جروث كويس. الطفل ما عندوش الابيليتي تو بروفايد سيلف كير، يعني مش بيقدر في كل وقت ان هو يقدر يحافظ على نفسه كويس. الحاجه الثانيه، لو حصلت هايبوجلايسيميا في الايج الصغيره، النيورولوجيكال فولنربيلتي ان هو يحصل ديزيز في البرين بيبقى اعلى. القصه الثانيه ان بيبقى الموضوع فيه فاميلي داينامكس. يعني ايه فاميلي داينامكس؟ يعني انا مش بس على قد الفاميلي الموجوده، لا ده انا كمان على قد الاسره بتاعته، الناس كلها دي مشدوده ولا لا، الناس دي عايشه ازاي حياتها. فالفاميلي داينامكس بتاعتنا بتبقى مختلفه في الاعمار المختلفه. في سوشيال كونسيدريشنز، يعني دايما بيعتبروا ان هل البنت دي هتورث لاولادها سكر بشكل اعلى، او الدنيا هتبقى فيها إيه بايظ اعلى، ان هي الولد ده ممكن يجي له سكسوال ديس اوردرز او سكسوال ديز. دي كلها حاجات بتبقى موجوده. الحاجه الاخيره، الكوميونيكيشن سكيل مع التشيلدرن والادوليسنس بتختلف كتير جدا. يا ساعات بيبقى الطفل مضايقك جدا في اول سنه سنتين، بعد كده من سن 3 4 سنين يبتدي تعرف تظبط السكر كويس قوي، يخش في الادوليسنس بعد كده يبتدي يبقى الديلنج معاه مختلف. وما تعمليش على اني عيل صغير، لا مش عايز كذا عايز كذا، يبقى له راي شخصي. فدايما التشيلدرن بتبقى ديفر كتير جدا عن الادلت. طيب هو له تو بيكس، بيك عند 5 7 سنين وبيك تاني عند البيوبرتي. هل كل الاطفال اللي بيحصل لهم ديستراكشن للبيتا سيل بيحصل لهم تايب 1 دايابيتس؟ لا، احنا بيبتدي يحصل تايب 1 دايابيتس لما يحصل ديستراكشن 70 ل 90%. ودي بتبقى مشكله ليه؟ لان احنا في ناس بنلاقي عندهم الاوتو اميون ديزيز اللي هم بنسميهم بري دايابيتس، لكن في نفس الوقت ما بيبقوش هيخشوا في دايابيتس ولا لا ما بنبقاش عارفين، وبالتالي هتدي تريتمنت ولا لا فيها جايد لاينز كبيره قوي. ساعات بيحصل اجريسفنس، ساعات بيحصل ليت اونست في الادلت هود، وبيبقى بيسموه اللادا تايب. يمكن مصر النهارده من الدوله التاسعه على العالم في الدايابيتس وجروينج. الجروينج هنا مش عشان احنا ديفلوبنج كانتري او عشان في تلوث، لا علشان في بوبيوليشنز كتير، في جواز قرايب كتير، فبالتالي احنا عندنا دايما الفرنابيلتي لتايب 1 دايابيتس والاوتومين ديزيز بتعلى مع الوقت مش بتقل. فدي حاجه مهمه جدا. دايما انا بحب الكيرف ده، ودايما حتى بشرحه للبيشنت ان احنا عندنا الاوتو اميون ديزيز والاوتو اميون سستبتبلتي موجوده، وبعدين يحصل بيتا سيل ماس ديستركشنز لحد ما نوصل في مرحله التشيلدرن 70% ديستركشن يبتدي يظهر اعراض الدايابيتس. طيب ده مهم ليه؟ مهم ليه؟ عشان البيشنت ساعات بيبقى السؤال الشهير بتاعه، انا امتى هوقف انسولين؟ فالمهم قوي من الطبيب قبل البيشنت يكون عارف ان هو السؤال ده اجابته صعبه جدا ومستحيله غالبا. ليه؟ لان دايما ساعات احنا بنوعد العيانين وان شاء الله قريب ان هيحصل كذا، وان شاء الله قريب ان هيحصل كذا، فيبتدي مع الوقت البيشنت يقول لك انت ضحكت عليا، او ان انت وعدتني ان انا هتحسن وده ما حصلش.
اكتر حاجه بنشوفها في الكوكيزيان الانتي جاد انتي بودز، وده يمكن بيبقى موجود. طيب هل احنا بنحتاج نعمل الانتي بودز في معظم الحالات؟ لا، احنا غالبا بنعمل الحالات او للحالات اللي هي ما فيهاش مانيفستيشن اوف تايب 2، يعني ما فيهاش ترانكر اوبستي، ما فيهاش كانسوز ذكر كانس، ما فيهاش بوليسيستيك اوفري. العيان ده لو هو كويري احنا بنبتدي نعمل له الانتي بودز عشان نشوف، لكن احنا ما بنعملش روتين انفستيجيشن للانتي بودز في تايب 1 عشان الحقيقه عشان الفاينانس في مصر هنا بيبقى صعب شويه. طيب نسبه الوراثه قد ايه في المونوزايكوتكس 1؟ من 30 ل 70%، لكن في بقيه البوبيوليشن الثانيه حوالي 10 ل 19%. الاسوشيشن مع الاذر اوتو ميون ديزيز مهم. مهم ليه؟ لان هو ده بيبقى التوب اوف ايسبرج اللي احنا بنشوفه دايابيتس، لكن مثلا نلاقي السكر ملخبط ما نعرفش انه عنده ثايرويدايتس، ما نعرفش انه عنده سيلياك ديزيز. ساعات عين الدايابيتس يخص في روماتويد ارثرايتس او في اللايجو، ويحتاج اكستنسيف دوز اوف كورتيكوستيرويد وميون سوبريسيف، وده بيغير لك شكل التعامل مع الدايابيتس، بيحتاج تعامل مختلف بانسولينات مختلفه وكده. طيب لما بيجي لنا عين الدايابيتس بالكلاسيكال سيمبتومز بتبقى يعني كل الناس عارفاها، بوليوريا وبوليديبسيا والويت لوس والحاجات دي كلها، لكن اهم حاجه ايه؟ ان انا هلاقي السكر بتاعي فوق ال 200 او 11 مللي مول، الدول اللي بتستخدم المللي مول مع التيبيكال سيمبتومز الموجوده. طب لو ما لقيتش ده يبقى لازم اعمل اعمل اورال جلوكوز تولرانس كيرف. طيب هل اقدر اعتمد على هيموجلوبين اي 1 سي للتشخيص؟ لا، هو بيديني سستبيليتي، لكن عشان اقول طيب 1 دايابيتس يبقى يا اما الكلاسيكال سيمبتومز والسكر عدى 200، يا اما ان انا اعمل ووتر ديبريفيشن اورال جلوكوز تولرانس كيرف مع الانتي بوديز الموجوده، وتكون بريزيستنس مش بس ايه بتيجي ان احنا ممكن نلاقيها وتلاقيها بعد شويه مش موجوده او مش رايزنج كتر. بنخش هنا في حته دايلما. ساعات العيان يجي اوبيس وتايب 1، هل هو تايب 1 ولا لا؟ وليه؟ وده بيفرق معايا ايه؟ يعني ساعات الناس بتبقى متلخبطه. طيب هو 30% من العيانين تايب 1 اللي بيجوا لنا بيكونوا اساسا مودي تايب، اللي هو ايه؟ بيكونوا مونوجينيك دايابيتس، ودول بيتحسبوا كتير قوي على انهم تايب 1، وده غلط. حالات التايب 2 دايابيتس ممكن تيجي ب بدي كي ايه، ممكن تيجي بسيفير هايبر جليسيميا موجوده. فبرضه ستيل العيان بتاع التايب 2 دايابيتس ممكن يجي بدي كي ايه. طيب ده بيلخبطنا في ايه؟ لما نيجي نعمل السيبتايد او نعمل الحاجات دي كلها ايرلي بيبقى عندي جلوكوتوكسيستي، فده بيخلي السيبتايد قليل سواء في عين تايب 1 او تايب 2، فما بقدرش اعتمد عليه. فلو عندي اي كويري بعتمد على الانتي بودز في الحاله دي. طيب لو العيان اوبيس وجاله تايب 1 دايابيتس، ايه المشكله اللي هتحصل هنا؟ ان هلاقي البيز ليفل بتاع السيبتايد بتاعه حتى لو حللته بعد 12 شهر هلاقيه عالي لسه. فده بيدي احساس للطبيب والمريض ان هو العيان ده تايب 2 مش تايب 1، لكن هو لو اوبيس يبقى عندنا البيزل ليفل بتاع السيبتايد بتاعه عالي مش واطي. ودي الكلاسيكال سيمبتومز اللي احنا قلنا عن ايه هنعملها. طيب لما نيجي نعالج عيان السكر. عيان السكر دلوقتي شايفين احنا الطفل الجميل ده قاعد ياكل في التورته الجميله اللي قدامه دي، لكن هو الحقيقه ما كلهاش كلها وما كلش معظم الاكل، معظم الاكل هو لعب بيه. فيهمني قوي ان انا اعرف انا هاكل ايه واحسبه ازاي، وهبقى السكر بتاعي محسوب لكام. طبعا الاسبات جايد لاينز 2018 حطت لنا ارقام موجوده، الفاستنج يكون اقل من 126، البوست برانديال اقل اكتر من اقل من 200، هيموجلوبين الاي 1 سي اقل من 6.5، وانا اسف انا برجع دي موجوده في الاسبات والاي دي اي جايد لاينز الموجوده، لكن ستيل الارقام دي نيد تو بي individualized. يعني ايه individualized؟ يعني مش كل طفل زي التاني، انت هتضطر انك انت لازم توصل للارقام دي كلها. هل هو مركب كونتينوس جلوكوز مونيتورنج ولا لا؟ هل هو في عنده ability to self care ولا لا؟ في هايبوجلايسيميا اورنس ولا لا؟ في عيانين كتير يخشوا في نايت هايبوجلايسيميا زي ما هنقول بعد كده. فاحنا الارقام دي احنا بندور حواليها، لكن هي مش قران موجود عشان لازم نلتزم بيها، لكن most probably احنا بنحاول نوصل للتارجت ليفل ده. طيب لما نيجي نحكم العيان بتاعنا بالهيموجلوبين اي 1 سي، هل الهيموجلوبين اي 1 سي ساتسفاكتوري؟ يعني انا لو جيت لعيان وحللت له هيموجلوبين اي 1 سي وطلع 7 ده عيان كويس، وواحد تاني هيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 6.5 ده عيان كويس ولا لا؟ حصل ايه هنا؟ حصل ان احنا ظهرت الايره بتاعت التايم ان رينج. والله لقينا عيان سكر 60 في يوم وسكر 200 في يوم، ده لما هيتجمع هيطلع هيموجلوبين اي 1 سي كويس. لو جبنا عيان سكر 180 على طول هنلاقي الهيموجلوبين الاي 1 سي عالي. لو جبنا عيان سكر مره 50 ومره 400 هنلاقي سكره الهيموجلوبين الاي 1 سي كويس. فبالتالي ظهر عندي هنا
الايديا بتاعت ازاي ان انا ابص على الكيرف بتاع العيان اللي ظهرت من كونتينوس جلوكوز مونيتورنج، والطلب مننا ان التارجت بتاعنا يبقى 80% في التايم رينج، اللي هو في ناس بتحطه من 40 140 ل 80، وفي ناس بتحطه من 80 ل 180. يبقى انا عندي التايم رينج هنا، ده بقى القصه الثانيه الاهم من الهيموجلوبين الوانسيه، ودي ظهرت في الايه بتاعت السي جي ام سي جي ام والحاجات دي كلها، ان احنا بنعمل كونتينوس جلوكوز مونيتورنج وبتبتدي نشوف البيشنت. وده بقى افيلبل في مصر عندنا اليومين دول، فده بيخلينا نشوف حاجات تانية كتير قوي، بيدينا اكسبلينيشن لحاجات كتير ما كناش شايفينها. طيب ايه الاكيوت كومبليكيشنز اللي ممكن تقابلنا في عيان تايب 1 دايابيتس؟ هنا انا هايلايت حاجتين، الدي كي اي وهايلايت الهايبوجلايسيميا، وهنتكلم على الرول اوف اكسرسايز موجود. الدي كي اي هي سيفير انسولين ديفيشنسي، ده بيحصل في كذا تايم البيشنت، بيحصل في الفيرست برزنتيشن في التايب 1، بيحصل لو حصل انتركرنت ايرن سيفير لعيان التايب 1 دايابيتس، بيحصل لو العيان عمل ميث دوزز، بيحصل في العيان المركب بامب لو حصلت بلوكج للبامب، يعني لو هو السيركت بتاعت البامب حصل فيها اي بلوكج او حصل فيها ديسلوجمنت للكانيولا، بيخش العيان في دي كي اي سريعا. في بعض العيانين اللي هم بيستخدموا كيتوجينيك دايت وبيستخدموا لو كارب، واحنا بنقول ان في الاطفال اتس نوت بروفد تو يوز كيتوجينيك دايت، وطبعا يعني الدكتور رامي معانا نيوتريشن هيرد عليا في كده، ولا اللو كارب. ليه؟ اولا كيتوجينيك دايت ده من اسمه هو بيعمل كيتونز، فبالتالي انا ببش العيان ان فيري كريتيكال واي، فاحنا ما بنستخدموش الكيتوجينيك دايت، وده من الحاجات اللي بتدخل عيانين في الدي كي كتير. طيب الهول مارك في الباثوفيسيولوجي ايه؟ يعني احنا بيحصل عندنا ستريس فبيزيد الكاونتر ريجليتنج هرمونز، وبالتالي بيحصل عندي ريلاتيف او سيفير انسولين ديفيشنسي موجود، ابتدي اخش دايره ان انا استخدم الجلايكوجينوليسيس، وابتدي ادخل الفاتي اسيد في الـ في الـ في الاكسس بتاعتي موجوده، يبتدي العيان يزود الكيتوجينيك دايت الاسف الكيتوجينيسيس، ويبتدي يخش في ايه؟ في كيتوزيس. وفي نفس الوقت السكر العالي بيخليني عندي بوليوريا، فابتدي اقلل السيركيليشن موجوده واخش في الكوجوريا، ويحصل لي اظبط الدايريسيس وابتدي اخش في دايهيدريشن. يبقى الهول مارك هنا ايه؟ عندي كيتوزيس وعندي موجود في اوزموتيك دايرسز عامله لي ديهايدريشن مع عيان الايه الاسيدوزز الموجوده، ودي قلنا الكوزز زي ما احنا اتفقنا مع حضراتكم عليها. طيب الساين بتاع العيان بيجي تاكيبيا في كوزموك بريسنج، جاي ديهايدريشن، جاي تاكيكارديا، جاي ابدومينال ستنشن موجود. كومن قوي ان العيان يجي فومتنج. طيب مشكله الفومتنج في عيان السكر في الاطفال ايه؟ ان الاطفال ام تخاف الولد ده بيفومت، وتكون مش قايسه السكر كويس او مش بتقيس الاستون، ويبقى عنده ابدومينال بين، فيعتقدوا ان عنده جاستروانترايتس، ويبتدي ريديوس الدوز بتاعت الانسول اكتر، او ساعات ايفن بيقمت الدوز بتاعت الانسول خالص. فاحنا دايما بنحط الانستراكشنز للام، اي عيان عنده سكر حتى لو رجع، حتى لو هو مش عارف ياكل، ياخد فلويد وياخد الجرعه بتاعته. لكن الفومتنج اتس نوت ا ساين اوف جاستروانترايتس، ات مي بي ا ساين اوف دي كي اي. عشان الدايجنوز دي كي اي الاثبات جايد لاينز حطت لنا ارقام، ان السكر يكون فوق ال 200 او 11 ملي مول، البلاد بي اتش اقل من 7.2، البايكارب اقل من 15، وفي جلوكوزوريا اند كيتونوري. طيب ايه مشكله الدي كي اي؟ ان انا لازم اصلح كذا حاجه مع بعض، لكن اول حاجه واهم حاجه الدي هيدريشن. مرحله الريهيدريشن اهم كتير جدا من الانسولين ستارت، يعني انا لازم ابتدي الاول بالريهيدريشن وبعد كده ابتدي الانسولين، بس بشرط يكون عندي البوتاسيوم ليفل اكتر من 3.3 من الايكوفرنت بير لتر. طيب لو نيجي ادمستر الانسولين، هناخد 1 من 10 يونت بير كي جي، ولا هنبتدي على 5%، وات ايفر المدرسه اللي انت هتبقى فيها. يعني الاثبات جايد لاينز والاي دي اي بيبتدي من 1 من 10 مايكرو انترناشونال يونت بير كي جي، ويعمل كونتينوس جلوكوز انفيوجن، وبعدين يبتدي يكمل. في مدارس ثانيه زي اليونايتد كينجدوم بتبتدي ب 5% وتكمل. احنا في الاخر بنبتدي بواحده منهم ونشوف الريت اوف ديكلايمنت. لو الريت اوف ديكلايمنت من 50 ل 80 احنا كده ماشيين كويس جدا. اقل من 50 بنزود الدوز، اكتر من 80 بنقلل الدوز، بحيث ان احنا لا نعمل اوفر كوريكشن ولا نعمل اندر كوريكشن. طيب لو لقيت العيان بتاعي في بعض العلامات هشك ان انا عندي سيفير دي كي اي، والدي كي اي السيفير هنا فيها مشكله ان احنا عايزين نمانج مور سلولي، ونبقى حاطين فيها
يعني اكتر في الاعتبار. السن الاقل دكتور اشرف استاذن حضرتك بس اعلي صوتك سنه بس سنه. ايه طيب الصوت كده كويس ولا ايه؟ اه تمام يعني تحت امرك. طيب إيه ارجع للسلايدز قبل كده ولا كده ماشي؟ اه لا كده تمام كده كده اعلى اهو. طيب تمام. إيه لو السن اقل من 5 سنين او اكتر من 50 سنه، لو البي اتش اقل من 7.1 سبيشالي لو في هايبر فنتليشن، لو العيان فيه ديستربد ليفل اوف كونشسنس، لو العيان فيه برادي كارديا موجوده، لو العيان فيه بيرزيستنت فومتنج، لو في تشينجز في الاي سي جي نتيجه البوتاسيوم ليفل تشينج، لو العيان شوكت، لو الصوديوم بتاعنا احنا كتير قوي لما اول ما اشتغلنا سكر كنا نلاقي الصوديوم بتاع العيانين 120 ونقول ده مش كومباتبل يعني اكيد القرايات غلط، لكن احنا فعلا في الصوديوم في الاول بيكون في ابارنت هايبوناتريميا، مع الوقت لما بتبتدي نصلح الصوديوم بيبتدي يزيد سنه في سنه. لو ما حصلش ان انا في الفريكوينت مونيتورنج كل ساعه بلاقي الصوديوم بتاعي بيزيد، معناها ان العيان ده داخل مني على برين اديما ولازم ناخد بالنا كويس جدا. طيب الريهيدريشن ما عادش مشكله قوي، لان اثبات جايد لاينز من اول 2014 مرورا ب 2018 عملت التيبل الظريف ده، حسبته على المودريت ريهيدريشن وحسبت لنا انت هتحط البودي ويت شوفه فين، تاخد المينتنس قد ايه، ومحسوب لك بكام دروب بير كي جي، والايه الامور ماشيه كويسه جدا بالنسبه للريهيدريشن. طيب ليه الريهيدريشن مهم؟ فوليوم حاجة تانية هتخلي الانسولين يشتغل كويس. تالت حاجة هيمنع البريدينال فيلير. فمهم جدا جدا الريهايدريشن. طب لو انا حصل ان العيان عندي ستيل في بيرزيستنت اسيدوزيس، يعني انا عمال اصلح وبديت الفلويد بتاعي اديت الانسولين بتاعي لقيت لسه العيان فيه اسيدوزيس، اهم خطوة عندي في الالجوريزم ان انا انشور الريهايدريشن. ساعات احنا بنحسب الريهايدريشن على المودريت زي ما احنا شايفين كده، ويكون العيان محتاج سيفير او احتاج يعني هاير فوليوم، ساعتها بمشي على الزيرو بالانس جايدد بالايه بالبريشر بتاع العيان إيه ماشي ازاي. الحاجه الثانيه المهمه جدا ما ننساش بقى الحاجات الرير، زي نقول عيان دخل في انترنسك رينال فيلير او دخل في رابدومايوليسيس ساعات بتحصل، فاحنا ناخد بالنا من العيانين دول برضو لو العيانين فيهم بريزيستنت اسيدوسيس. تاني اكيوت كومبليكيشن هندور عليها. طيب خلينا الاول في الحته اللي قبلها، امتى اشفت العيان الى الاورال او اسف السبكوتينس انسولين؟ اول حاجه ان احنا بنلاقي ان البيشنت بقى ستيدي والسكر بتاعه مظبوط، نبتدي نعمل ايه؟ بنبتدي ندي بيزل في الدي الاول اللي قبل ما احنا نوقف الايه العلاج، بنبتدي ندي بيزل انسولين بنحسبه بقى من 30 ل 60% على حسب الايج، وبعدين من ثاني يوم بنبتدي ندي السبكوتينس انسولين بنحسبه من نص الواحد 13 يونت بير كي جي التوتال دوز، ونبتدي ندي ادجستمنت الدوز بتاعنا ثانيه دي باي دي لحد ما تظبط. الاكيوت كومبليكيشن الثانيه اللي احنا عايزين ندور عليها اللي هي الهايبوجلايسيميا. والهايبوجلايسيميا الديفينيشن بتاعها ان الراندم بلد شوجر يكون اقل من 70 اللي هو 3.9 ملي بور بالليتر. طيب اشمعنى الناس اختارت رقم 70؟ يعني ليه مش زي النيونيتال 55؟ عشان الديفنس ميكانيزم المختلفه من البادي اجينست الهايبوجلايسيميا بتبتدي اساسا من 85. لما السكر بيبقى 85 بيبتدي الجسم يعمل شوت داون للبنكرياس. اقل من 75 ل 70 يبتدي يعمل جلوكاجون سكريشن. الخطوتين دول احنا بنفقدهم في عيان الدايبيتس، لان عيان الدايبيتس اساسا لو البنكرياس شوت داون احنا بندي انسولين من بره. فلو انا هبتدي امانج العيان ده سكره من 85 ل 75 انا مش هقدر اوقف الانسولين الا اذا كنت على بامب. مش هقدر ادي جلوكاجون دلوقتي، وان كان البامب الجديده اللي بيشغلين عليها في جوزلين دلوقتي بقت فيها جلوكاجون واتمنى انها تنجح. بعد كده اقل من 75 ل 65 بيبتدي يطلع الكاونتر ريجليتنج هرمونز ثم الباراسمباثيك ثم السمباثيك اكتيفيتي اقل من 50. بيديني السيمبتومز اوف هايبوجلايسيميا اللي هي شيكنس اريتابيلتي الكونفيوجن تاكيكارديا الهانجر بين. الحاجات دي مع الوقت ممكن تختفي بالذات مع الديوريشن، يعني لو شفنا العيانين بتاع الهايبوجلايسيميا طبعا اللي بيتعرض اكتر للرياضه او للميز دوز او اللي دخلوا فرينا الامبيرمنت موجودين او ادفانسد بون ايج دول عيانين او اوفر دوزج اوف انسولين، يعني دايما بنشوف العيانين اللي عندهم هايبوجلايسيميا دول مش كلهم نتيجه اكسرسايز وميز دوز، بنخاف قوي من الهايبوثايرويديزم، بنخاف من الادسون، بنخاف من السيلياك،
يعني انا الام لما تيجي بعد سنه سنتين وتبتدي تقول لي لا والله السكر الولد ابتدى ينزل وابتديت ساعات بحتاج ما اقدرش ادي انسولين، دي بتبقى فيري الارمنج ساين، مش بتبقى جود ساين بالنسبه لي. طيب الهايبوغلايسيميا اناويرنس ايه قصتها وليه العيان ممكن تحصل هايبوغلايسيميا اناويرنس؟ يعني الام ساعات تخش تقول لي والله انا مش عارف اعمل ايه، انا لولا ان انا قست للولد بالصدفه لقيت سكره 50 فكان هيروح مني، او انا قمت بالليل قست السكر لقيت سكره 30 وما كانش حاسس. دي بتحصل في نوعين من العيانين وبتحصل اب تو 40% من العيانين. عيادي الاولاني عيان الستريكت كنترول، لان هو خلاص مع الوقت الكتير بيبتدي ياخد على الارقام القليله وما يحتاجش ان هو يبقى الان او جسمه ما يحصلش فيه ستريس نتيجه الهايبوغلايسيميا. العيان الثاني اللي عنده ديستربنس موجود عمال طالع نازل طالع نازل، فبالتالي العيان ده بيخش في ايه؟ في برضه في هايبوغلايسيميا اناويرنس. طيب العيان ده نكنترول ازاي او العيان ده نعالجه ازاي؟ العيان ده بنعالجه ان احنا بنسيب السكر يعلى اسبوع او اثنين سنه بحيث ان الجسم ياخد على ستيدي ليفل وبعدين نرجع لادجستمنت ثاني. العيان ده لازم يتعمل له كونتينوس جلوكوز مونيتورنج، لازم يمشي على البيزل بولس، واحنا هنا بنحتاج بيزل يكون قوي في الحالات دي، وبنشفت الانسولين لو احنا بنستخدم الهيومن انسولين للرابيد انسولين الموجود. ده كيرف معمول استادي معموله في الدايبيتس ميديسين، اللي هو ان العيانين السيمتومز مع الوقت كل ما عيان السكر الوقت بيعدي عليه بيبتدي يفقد الاحساس بالهايبوغلايسيميا. ودي مهمه جدا جدا لحضراتكم شايفين لو العيانين اللي هم عدوا ال 20 سنه تقريبا ما عادش بيحس خالص بالهايبوغلايسيميا الموجوده، ودي حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان هي لازم هنا العيان ده يبقى يعمل سيلف المونيتورنج كويس على الاقل السبع نقط اللي هم بتوع قبل الاكل وبعد الاكل وساعه الفجر، وده مهم جدا. طيب لما نيجي نعالج الهايبوغلايسيميا العيان ده خلاص لو هو مش 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 مش, مش مركز او نايم بناخد جلوكاجون انجكشن، بياخد لو هو معدي 27 كيلو بياخد الحقنه كامله، لو هو اقل من 27 كيلو بياخد نص الحقنه، او بندي الرول اوف 15 او الرول اوف ايه اوف 15 بناخد 15 جرام فاست اكتنج كربوهيدرات في خلال 15 ل 20 دقيقه بيرفع السكر 15. يعني لو هو مثلا سكره 60 هياخد 15 جرام كربوهيدرات هيرفعوا السكر 15 في خلال 15 دقيقه، لان ساعات العيان لما يقيس بعد ربع ساعه ونص ساعه يلاقي السكر ما رفعش مثلا غير ايه 30 او 20 يبتدي بقى قلقان. احنا بنقول ان انت كل 15 دقيقه بترفع حاجه، فاحنا بنرفع بفاست اكتنج كربوهيدرات وبعد كده نثبت بانترميديت او سلو اكتنج كربوهيدرات. يعني ايه؟ يعني ساعات الامهات بيفضلوا ان هم لما يلاقوا العيان سكر واطي قوي يدوا له الحاجه اللي هو نفسه فيها، الشوكليت يدوا له تورته يدوا له حاجه على اساس ان هو يبقوا كده بيعملوا له سايكل ريليف، لكن الكلام ده مش صح لان الحاجات دي بتاخد وقت كبير على ما ترفع. ساعات امهات الموسوسه تقول انا هدي له لبن برضه هياخد وقت كبير على ما يرفع السكر. انا برفع بحاجه سريعه زي لو في الكيتس اللي هي بترفع السكر اللي هو الشجر اللي بالفم على طول ما فيش مشكله، ما كانش ميه بسكر ونرفع بيها السكر او عصير. بعدها بربع ساعه لثلث ساعه نبتدي ندي حاجه ميكسد كربوهيدرات، حاجه او كوبايه لبن موجوده او حاجه عشان تبتدي تعمل ستيدي ستيت للسكر. برضو مهم جدا ان العيان الهايبوغلايسيميا سبيشال او سيفير او كان فيتنج حتى لو صلحته اسيبه من 6 ل 8 ساعات اندر اوبزرفيشن. طب ليه الكلام ده؟ لان العيان ده بياخد ساعات ريباوند، بيحصل ريباوند موجوده. الريباوند دي بتحصل من ساعات من اوفر دوز، ساعات من العيان اللي عنده لايبودستروفي فبيبقى بيتحوش عنده بعض الانسولين زياده، فالريباوند هايبوغلايسيميا دي ساعات بتحصل كتير. فالعيان بتاع السكر اللي هو حصل له سيفير اتاك ده لازم يتحط اندر اوبزرفيشن من 6 ل 8 ساعات. قبل ما اتكلم على الاكسرسايز عايز اعدي على المايكروفاسكولار كوميونيكيشن بسرعه، هي المايكروفاسكولار لانها بتتنسى. لازم نعمل سكريننج للريتيناوسي ده كل سنه بعد السنه الثالثه اذا كان ادريسنت، وبعد السنه الخامسه اذا كان في السن العادي. نفس الحكايه بالنيفروباسي، نفس الحكايه بالنيوروباسي. الفيرست ساين ان انا اشوف العيان فيه نيوروباسي موجوده حاجه اسمها الدبر والنون دبر في البلاد بريشر. لما اقيس البلاد بريشر وانا نايم وارجع اعمله وانا ستاندنج بلاقي في ديفرنس موجود. العيان ده لو هو نون دبر يبقى ده فيرست ان انا ما عادش بيحس الساين بتاعه الايه البوزيشن، يبقى ده عنده ستارتنج اوتونوميك نيوروباسي. لازم اعمل سيرش عليهم من بدري ومن ايرلي، لان العيانين اللي هم فيهم باد كومبلاينس بيظهر فيهم الاعراض بدري جدا وساعات بنشوفها بدري قوي.
الماكرو فاسكولار اهم حاجه ان احنا نقيس البلو بريشر للعيانين دول، ولازم نتابعه كويس جدا لان ده المين كوز اوف ديث في العيان ده، وده حتى الحاجه الوحيده اللي هي اقل حاجه اتصلحت مع المالتيبل ديلي انجكشن بالنسبه للسكر. الحاجات اللي بتعمل فاريشن في الانسولين تريتمنت، هل العيان ده هيعمل اكسرسايز ولا لا، هل نوع الانسولين هياخده ايه، النوع المين اللي بياخدها ازاي، شغله او الرياضه اللي بيعملها، هل بيخس ولا لا، وفي انتركرنت ولا لا. هنا هبصروا الاكسرسايز، والاكسرسايز وعين الدايبيتس من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، هي نسيسر ليه، لان هي اولا بتحسنني الجلوكوز ميتابوليزم، بتافويد الاوبيستي، والاوبيستي دلوقتي في ناس بتاكونت فور 40 ل 60% من عيانين الدايبيتس بيخشوا في اوبيستي نتيجه ان هم الافيلابيلتي ان هو يبتدي يقيس ويصلح ان كل السكر يعلى يصلح نفسه، وده بيعمل اوبيستي جامده جدا. الحاجه الثانيه ان هي بتمنع كمان السبسيكوينت كارديوفاسكولار كومبليكيشن، سواء عن بريفري بتزود السيركيوليشن، وعلى السنترال بتحسن البلاد بريشر. القصه الثانيه كمان ان في بعض عيانين او الامهات بتوع العيانين بتوع السكر بيعتقدوا ان الطفل اللي عنده سكر ده المفروض ما يلعبش وما يخرجش، وبيخافوا عليه من اللعب، فاحنا لازم نفهمهم ان ده مهم جدا ان هو يلعب ويتحرك. طيب ايه الفرق اللي بيحصل وايه انواع الرياضه الافيلبل بالنسبه لنا؟ احنا عندنا الاكسرسايز ممكن يكون ايروبيك اللي هو بنحرك ريبيتيتيف موفمنت لارج ماسلز، او انيروبيك اللي هو فيه استرين وفي ميكسد ما بين الاثنين زي اللي بيلعبوا سله او سباحه او كده. طيب ايه اللي بيحصل في الريسبونس بتاع البيشنت او بتاع الانسان النورمال والانسان اللي عنده دايبيتس لما يحصل اكسرسايز؟ في الانسان الطبيعي البلد فلو للمسلز بيزيد، بيزيد الجلوكوز ابتيك، يقوم يقل الجلوكوز في الدم، يوم يروح على البنكرياس يعمل شوت داون للانسولين ويزود الكاونتر ريجوليتنج فيرجع يبقى نورمال جلايسيميك تاني. يبقى ده النورمال سيكونس اللي حاصل في الانسان الطبيعي. لما بنيجي في عيانين دايبيتس الجلوكوز ابتيك بيزيد، يقوم يبتدي يقل الجلوكوز، ما بعرفش هنا قلل الانسولين الا اذا كان العيان على بامب، والكاونتر ريجوليتنج هرمونز طول ما الانسولين ما قلش مش بتطلع بشكل كبير فيخش في هايبو جلايسيميا. ولو العيان ده بيلعب انيروبيك وبيعمل ليبيد اوكسيديشن عالي، بيعمل بريشر عالي على المسلز، هيزود الفري فات اسيدز، ده ممكن يؤدي لهايبر جلايسيميا. يبقى انا ممكن مع السكر اخش في هايبو جلايسيميا واخش في هايبر جلايسيميا. يبقى ايه الشروط او ايه الشروط اللي لازم اعملها علشان ابتدي العب رياضه؟ اول حاجه ان يكون السكر ما بين 80 و180. طب لو السكر اعلى من 180 ل 200 نبتدي افيليويت، هل في اسيتون ولا لا، في كيتون بودز ولا لا. لو في كيتون بودز لازم اكونترول الاول قبل ما العب رياضه. لو العين اقل من 80 لازم ارفع السكر الاول قبل ما ابتدي العب رياضه. طب ايه الكونتر اندكيشن للاكسرسايز؟ ان يكون عنده كيتونز عاليه، حاصل له ريسنت اوستوفايبوجلايسيميا، عنده دايبيتس ريليتد كومبليكيشن زي بقى الريتينوباثي والنفروباثي والحاجات دي كلها، دول لازم ابقى عامل لهم سكيدول معين علشان البريفرال سيركيوليشن وعشان السنسيشن والحاجات دي كلها وعشان فيلد فيجن بتاعتهم، فلازم يكون دول انتر كنترول. الحاجه الثانيه ان اي اكسرسايز مش جاهز له افويد ات، يبقى لازم هلعب رياضه لازم اكون متاكد ان اقيس السكر كويس، لازم اكون متاكد ان هعرف اعمل فولو اب كويس جدا. طيب هل التايمنج بيفرق؟ طبعا التايمنج بيفرق اكتر لو العين هيلعب اكسرسايز الصبح، هيبقى في كاونتر ريجوليتنج هرمونز عاليه، وبالتالي اقدر ان انا اتعامل معاه احسن، وده التيبكال ان المعاد التيبكال ان انا اعمل فيه السكر رياضه في العيان السكري. طيب لو انا ماشي على انفيوجن بامب ببتدي اقلل البيزل بتاع البامب، وممكن اقلل قبل الجرعه اللي قبل الانفيوجن بتاعها قبل قبل الرياضه. لو العيان ده مش ماشي على بامب وماشي على بيزل بولس، ممكن اقلل البيزل بالليل، وهل بقى اقلل البولس ولا ازود كربوهيدرات؟ ده بيبقى حسب رغبه الاهل، ان في بعض الاهل بيحبوا ان هم يزودوا كربوهيدرات، يبقى فرصه ان هو كان حاجه مسكره في نفس الوقت يلعب رياضه وبتبقى كنترولد، وده انا شخصيا بفضله. من الحاجات المهمه جدا جدا في الاكسرسايز ان انا اعوض العيان اللي عنده سكر بالميه، لازم يكون اديكوتلي هايدريت. في بقى اللي هي الدرينكس اللي هي فيها لو انتنسيتي وشورت ديوريشن سبورتس اللي هي دي باخد لها الوتر العادي خالص، السبورت بيفرشز دي فيها 6 ل 8% كربوهيدرات، ودي مهمه جدا بس يمكن اكسبنسيف شويه في مصر، سواء دي او دي حاجه مهمه. طب هل مهم ان انا اخد بس فلويد وسكر قبل الرياضه؟ لا، بعد الرياضه باخد حاجه فيها كومبلكس شوجر او باخد حاجه فيها زي اللبن علشان يبتدي يديني ستيدي ستيت، لان مشكله العضلات انها مش بتقبض
او مش بتاخد الكربوهيدرات بتاعها كاش ديورنج الاكسرسايز، بتاخد تايم على ما بتريبليس الاستورج بتاعتها. فبالتالي انا الجلوكوز اللي هستخدمه غالبا هيتحرق في الرياضه، لكن مش هيعوض كل الاستورز اللي حصلت في المسلز او كل الديبليشن اللي حصل في المسل. فبتبتدي كل شويه المسل بتبتدي تعوض شويه. عشان كده انا ممكن اتعرض لهايبوجلايسيميا من 12 ل 24 ساعه، وساعات في ناس بتقول 36 ساعه. فبدي حاجه كومبلكس كربوهيدرات عشان تغطي اطول فتره بعد الايه الاكل، وده بيبقى مهم في المرحله دي. يبقى لو انا العيان بتاعي ماشي على بومب او كونتينوس سبكوتينس انسل انفيوجن، بقلل البيزل بتاعتها قبل الرياضه، بشوف بقى في ناس بتقول 30%، في ناس بتقول اب تو 80% على حسب نوع الاكسرسايز اللي هو هيقوم بيه، واتحرك مع البولس بتاعته حسب الرياضه. لو العيان ده مش ماشي على كونتينوس سبكوتينس انسل انفيوجن، يا اما بقلل البيز يا اما بزود الكربوهيدرات قبل الايه قبل الرياضه، 1 ل 2 جرام كربوهيدرات قبل الرياضه على طول، بحيث ان انا ابتدي استخدم الكربوهيدرات دي في الرياضه. شكرا جزيلا لحضراتكم، واتمنى لو في اسئله تكون مع حضراتكم فيها. شكرا جزيلا. شكرا دكتور اشرف، شكرا هيك الشرح السامبل البسيط ده، بجد حاجه جمعت حاجات مهمه جدا في التايب 1 دايابيتس. دلوقتي يا جماعه الله يخليك، شكرا دكتور اشرف. دلوقتي يا جماعه انا ان شاء الله هفتح الشات، اللي عايز يتواصل مع دكتور اشرف دايركت يرفع ايده وانا اعمل له انميوت، او يكتب على الشات السؤال بتاعه. ممكن انا هبتدي انا باول سؤال. دكتور اشرف هسال حضرتك بس حكايه الصوديوم في الدي كي اي، حضرتك قلت هو في الاول بيقل بعد كده بيعلى صح؟ بيبقى ابارنتلي لو، هو مش بيقل بس نتيجه الديستربنس في الفلويد بيطلع نتيجه يعني ارتباطه بالجلوكوز والحاجات دي كلها. فالجلوكوز لما بيعلى ابارنت الصوديوم بيبان قليل، مع الوقت لما الجلوكوز بيبتدي يقل الصوديوم بيبتدي يعلى تاني مع الوقت. فاحنا لو لقينا الساين دي مش موجوده بنعتبر دي فيرست ساين اللي ممكن يحصل عندي برين إديما. برين إديما. تمام، شكرا لحضرتك. طيب يا جماعه لو في اي سؤال، شكرا دكتوره نجمه، لو في اي سؤال ممكن اللي عايز يتواصل مع الدكتور يرفع ايده وانا اعمله امنيت يتواصل مع الدكتور اشرف مباشره، او يكتب على الشات. شكرا دكتور نوال. اللي عايز يسال الدكتور اشرف سؤال او عنده حاله او عايز يسال اي حاجه يرفع ايده وانا اخليه يتواصل مع الدكتور اشرف، او يكتب على الشات. شكرا دكتور اشرف. في حد عايز يسال اي سؤال؟ طيب انا برضه هسال الدكتور اشرف سؤال تاني بالنسبه للاكسرسايز. البوست اكسرسايز انا بديله، حضرتك بتقول احنا بنديله كومبلكس، بس انا يعني يمكن انا سالت حد كلينيكال نوتريشن بس مش اندوكراين، قال لي ان انت بعد الاكسرسايز مباشره ممكن تدي سيمبل عشان يعوض الستورز اسرع، حتى بتدي كمان جلوكوز للبروتين بنسبه تقريبا جلوكوز 4 لواحد او 3 لواحد. طبعا ده شغل سبورتس نوتريشن. فهل انا بعد الاكسرسايز مباشره بدي سيمبل ولا كومبلكس كربوهيدرات؟ مشكله الاطفال حضرتك ايه؟ ان هو العضلات مش بتربلينش الستورز كلها ات ذا سيم تايم. فبالتالي هو مش هياخد، مهما حضرتك اديت سكر مش هياخد كل اللي هو عايزه مره واحده. فبياخده على فترات. فلو حضرتك اديت سكر مره واحده ممكن يجي بالليل يهبط، والميعاد المفضل للعيانين اللي هو الاثليت ان هو يبتدي يهبط الفجر. لما يبتدي يرتاح وتبتدي عضلاته كلها ترتاح يخش ينام، يبتدي يخش في سيفير هايبوجلايسيميا موجود. لكن من خلال تجربتي الشخصيه، ودي طبعا مش ايفيدنس بيز، لما بتدي حاجه كومبلكس بتطول معاه شويه اطول بتقلل فرص الهايبوجلايسيميا اكتر، لكن ده مش ايفيدنس بيز. والحقيقه برضه وورلد وايد فيها خلاف في الحته دي، لكن معظم الناس بتفضل الكومبلكس. تمام، شكرا دكتور اشرف. دلوقتي في دكتوره نوال دلوقتي، ما هو افضل نوع المحلات الصناعيه التي تستخدمها مرضى السكر ويكون لها اقل تاثير، اقل تاثيرات جانبيه؟
هو حضرتك اكثر حاجه بيستخدموها دلوقتي الاسبرتامين والستيفيا والحاجات دي، وكلها يعني كلها ما ثبتش ان هي لها اي اثار جانبيه على الاطفال، كلها بتستخدم عادي وما ثبتش لها اي دينجر في الاطفال الحمد لله لحد دلوقتي يعني. تمام. في دكتوره سهير، انا هعمل حضرتك ان ميوت دلوقتي، اتفضلي اسالي دكتور اشرف دايركت. حضرتك بس عرفينا بنفسك وحضرتك جهه العمل ايه ومن دوله ايه؟ السلام عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. دكتوره سهير فوزي علام، استاذ مساعد كليه الزراعه جامعه القاهره مصر. اهلا وسهلا في مساعد حضرتك. اهلا بحضرتك. هو انا بس في حاجه يعني كنت يعني سمعت كده من دكتور، ودكتور قال كلام عكس الكلام يعني، بس انا عايز اعرف المعلومه دي صح ولا. واحد يقول لك ما تتعاملش مع السكر، الشوجر اللي هو السكروز اللي احنا بناخده من سكر القصب، ان هو عدو ليك، السكر ده مهم وهو الحاجه اللي بتمشي دوره الحياه بتاعه الدم والقصص دي كلها. تمام. الاقي دكتور تاني بيقول لا السكر ده سم، والسكر ده المفروض ما تاكلوش خالص وتمنعه، ومفروض ان انت والسكر ده مغذي، هو اللي بيعمل مرض السكر، وهو اللي بيسبب السرطان، وهو اللي بيسبب، وهو اللي بيغذي الخلايا السرطانيه. فانا بقيت محتاره، ده دكتور وده دكتور، واحد كل واحد فيهم بيقول كلام عكس التاني. انا كواحده عاديه بقى، انا اسمع كلام مين يعني؟ ايه الكلام الصح؟ شكرا لحضرتك. شكرا لسؤالك الجميل ده، بس هما الاثنين صح. هو ازاي امتى بستخدم المعلومه الصح في مكانها؟ ودي مشكله دايما الاعتماد على الماس ميديا في الدايابيتس. انا محتاج ان 25% ل 30% من الوجبه بتاعتي تبقى كربوهيدرات. تمام. في ناس بتفضل ان هو يكون كربوهيدرات كومبلكس، في ناس بتفضل ان هو يكون سيمبل. اهم حاجه ان انا هحسبه صح. هحسبه صح ليه؟ افرضي حضرتك ان انا اديت سيمبل كربوهيدرات زي السكروز. تمام. اديت عليه هيومن انسولين، هيومن انسولين هياخد 6 ل 8 ساعات، والسكر اللي انا مديه هيقعد من نص ساعه لساعتين، يبقى العين ده هياخد كميه سكر كبيره ويهبط. فده هحتاج له انسولين رابد يقعد معاه من ساعه ونص لثلاث ساعات. لو انا هستخدم الكومبلكس شوجر هياخد معايا من ثلاث ساعات ساعتين ونص، لا هستخدم الرابد معاه او الهيومن انسولين، الاثنين هيبقوا كويسين. في ناس بتقول ان انا باخدش كل اكلي رابد شوجر، ليه؟ علشان الطفل اولا هيجوع بسرعه زي ما اتفقنا وهيهبط بسرعه، وفي نفس الوقت مش هيكمل معاه، فبنقول خلينا ناخد الكربوهيدرات من الحاجه الكومبلكس اكتر، يوم يقعد معاه ساعتين ثلاثه ويبتدي تشبعه، هيبتدي اخد اول ساعتين ثلاثه السكر ايه مرفوع بالكربوهيدرات، قبل لما يبتدي الكربوهيدرات يديكلاين يخش البروتين والفات، فهيكمل معايا الوجبه لحد خمس وست ساعات انا شبعان، وبالتالي يبقى الطفل خد الكربوهيدرات برضه وشبع واستفاد. فانت بتستخدمي مين مع مين؟ اختاري نوع العيان. تمام. يعني هي الفكره نوع العيان ونوع الانسولين اللي حضرتك هتستخدميه. تمام. لكن صح ان انا اخد سكر بس نسبته ما تزيدش 25%، هاخده انهي نوع ما تفرقش، المهم ان انا احسب انسوليني صح واحسب الكربوهيدرات بتاعته صح. هو انا بتكلم بصفه عامه، مش شرط التايب 1 وتايب 2، انا بتكلم يعني كمعلومه ان السكر هل هو فعلا في الاطفال. نعم. في الاطفال احنا محتاجين كربوهيدرات بس نسبتها ما تعديش 25%. تمام. لكن في الاطفال هنختلف يعني، في حد زي حالاتي مثلا اوبيس شويه وبري دايابيتك، لا مش عارف ايه، لا يقطع الكربوهيدرات خالص يبقى احسن. هي على حسب كل كل مكان ياخدها كومبلكس تبقى احسن، كل ما ياخدها حاجه فيها الياف اكتر تبقى احسن. يعني ايه المشكله؟ ياخدها من الفيجيتابلز مثلا، الخضروات والحاجات دي، من الفاكهه، لكن ما ياخدهاش من دايركت كربوهيدرات يعني زي البيفرجز والشوجر اللي اتحط في السكر والحاجات في الشاي والحاجات دي. تمام. طب ما فيش يعني كده حاجه سيف بالنسبه مثلا للسكر، ان الواحد ياخده وهو مطمئن يعني، مثلا ليه حدود معلقتين ثلاثه في اليوم ويبقى كده برده ما فيش مشكله، ولا هو اصلا يستحسن الواحد يمنعه خالص يعني؟ السكر العادي. السكر العادي اللي هو بنحلي بيه الشاي والقهوه والحاجات دي. هيتحسب من التوتال دوز. تمام. لازم هيتحسب من التوتال ريكويرمنت اللي حضرتك هتاخديها. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شكرا. شكرا دكتور اشرف. انا بس عايز اعلق على حاجه بالنسبه للدكتوره سهير.
انا هكلمك دلوقتي ككلينيكال نيوتريشن مش كبيدياتريك. الادد شوجر، الادد شوجر في جايد لاينز قالت ان هو المفروض ما يعديش ماكسيمم 5-10% من التوتال كربوهيدرات. يعني مسموح لك تاخديه، بس تاخدي 5-10% ادد شوجر. وعلى فكره ده كمان في الانسان، في البيرسون هو مش دايبيتك، لا يعني ده في الانسان العادي في دايبيتس لا، ما يعني اللي انا سمعته بس ده ككلينيكال نيوتريشن مش كاندوكراين. الكلينيكال نيوتريشن ان هو ادي شوجر ما يعديش ال 5% من التوتال كربوهيدرات اللي انت بتحسبيهم خلاص. لكن هو الانسان النورمال العادي اللي هو مش دايابيتك لا، هو المفروض اصلا ما يعديش ال 10%. تمام. ممكن يفضل يستخدم مثلا العسل النحلي بديل للسكر يكون احسن؟ لا بصي، هو العسل النحل ما هو بيبقى فيه فراكتوز، وكمان بصي يعني برضه جايد لاينز قالت ان الهاني ما يتاخدش فوق، ما يتاخدش قبل سن سنه، ده بالنسبه للبيدياتر. بس لا ماشي، هو مفيد وكل حاجه، بس خلي بالك ان هو سيمبل شوجر وبيرفع برضو زي ما الاستاذ دكتور اشرف قال، برضو بيرفع نسبه الجلوكوز. حاجه اسمها انسولين ديب برضو بينزل مره واحده، ان الانسولين بيطلع برضو ما بيتكلمش على دايابيتك، بيتكلم عن نورمال. لا انا بتكلم على الناس الدايابيتك، هل مسموح لهم ياخدوا عسل نحل؟ لا يعني بص، دي جاوبت بقى فيها الدكتور اشرف، انا بتكلم انا بس سالت جاوبتك في حته معينه في الادد شوجر. تمام، شكرا لحضرتك. العسل زيه زي السكر، نفس المعامله. نفس المعامله، حضرتك هتقسميه وزي ما الدكتور ابي قال ما يعديش 10%. طبعا يعني ما يعديش بالنسبه كده تلت الوجبه تقريبا او تلت كربوهيدرات الوجبه، فهو التوتال كربوهيدرات 25%. لو حضرتك عايز تحط منهم معلقه عسل، معلقتين عسل، معلقه سكر، نحطها بس بتتحسب من التوتال ديلي دي. تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا، شرفت بحضرتك. شرفتني. في سؤال؟ شكرا دكتور. شكرا دكتور اشرف. حضرتك في دكتور حيدر، واعتقد ان الدكتور حيدر من دوله العراق، بيقول عندما ترتفع نسبه الحموضه نتيجه الارتفاع المفرط للسكر عند الطفل، ماذا يمكننا ان نفعل في البيت؟ هل يمكن خفض نسبه الحموضه بالدم دون مراجعه المستشفى؟ هي دي ممكنه. احنا ممكن نتفق على ايه؟ ان هو الديكي او حموضه الدم ثلاث مراحل، مايلد ومودريت سيفير، من اول بسيط لحد السيفير. المودريت ممكن تتعامل في البيت، ان هو حلال استونون بلس والبي اتش بتاعته حوالي 7.2. احنا بنعمل ايه في البيت؟ او احنا عامه هنا في حاجه في الاي دي اف، الحقيقه كنا في مصر هنا بادئينها قبل حتى الاي دي اف يكتبها، بس هي بقت موجوده. اول خطوه بنستخدمها نستخدم محلول معالجه الجفاف العادي، هو ويل اكويب ويل كالبريتد فلويد، بنستخدمه اورال لو العيان ما بيرجعش، بنستخدمه بالفم، بناخد محلول معالجه الجفاف بالفم، كيس على 200 سم ميه، بيبتدي العيان يشرب كل ربع ساعه، كل نص ساعه. وانا عندي ميزه هنا ايه؟ ان العيان هياخد الصوديوم والبوتاسيوم الاثنين هيدخلوا لبعض في جسمنا لسه استجيب، فالسكر مش هينزل بسرعه ومش هيعلى بسرعه. مع الكوركشن في طبعا احنا بنبقى كل العيان معرفينه ازاي يعمل كوركشن للسكر بتاعه، الكربوهيدرات بتاعه بيحرق قد ايه والسكر بتاعه بيحرق قد ايه. فممكن العيان وهو بيتحرك في البيت بناخد المحلول معالجه الجفاف او الفلويد كتير مع الكوركشن لحد ما يوصل المستشفى. في عيانين كتير بيجي لهم مستشفى بيكون خلاص ما نحتاجش نعمل لهم حاجه. لو هو مودريت او سيفير بيحتاج يقعد معانا شويه، لكن المايلد غالبا بيتعالج في البيت، يعني اللي هي الاستونون بلس، وما حصلش اي مانيفستشن هايبر فنتليشن، يعني ما فيهوش نفسه مش عالي، ما فيهوش كتوتك بريزنج موجوده، ما فيهوش ديفلوب كونشوسنس، ده ممكن ان هو يتعالج في البيت. بس انا بقول للعيان وانت بتتحرك للمستشفى ابتدي الاجراء ده، لو وصلت المستشفى عندنا كويس خلاص مش هنعمل حاجه زياده، لكن لحد ما العيان يبقى محترف شويه وعارف الموضوع ده، وعشان ما يستسهلش برضه ان هو ايه، انا جالي كيتون بوزس هعالجها في البيت ويتاخر، وده مهم حتى في الاماكن اللي هي بتبقى بعيده شويه عن المستشفيات. تحت امرك. شكرا دكتور اشرف. دلوقتي في دكتور مختار محمد، انا هعمل حضرتك انميوت، هيك بس عرفنا بنفسك وجهه العمل وحضرتك من دوله ايه؟ اتفضل. السلام عليكم دكتور اشرف، ابي طلعت في خيرك على الهيله دي اشرف بيه. انا دكتور مختار السيد من هيئه التامين الصحي.
اهلا استاذ من خبره حضرتك لو سمحت الاجابه يعني حاجتين اثنين ساعتك قلت بالنسبه للهايبوغليك الاويرنس احنا بندي حاجه ريسنت بيز الانسولين هل ساعتك تفضل الديجلوتيك ولا الجلارجين 300 دي واحده بالنسبه للجماعه الهايبوغليسيميك الاويرنس الجزئيه الثانيه من راي ساعتك فروم ذا كوست افكتيف بوينت اوف فيو من الكوست افكتشر يعني احسن ان انا لو معايا بادجت معين اجيب مكان انسولين بامب ولا اجيب له فري ستايل ليبري ده راي سعادتك وخبره حضرتك اتفضل. طيب انا هبتدي السؤال الثاني انا من خبرتي الشخصيه هبتدي استخدم السنسور احسن لان طبعا البامب مشكلتها في السيرفس اللي بعد كمان ما اشتري البامب هي يمكن تخش في التامين عندنا قريب مجاني خالص لكن لحد ما ده يحصل انا افضل الايه السنسور هيبقى ايه ده هيبقى افضل بالنسبه لعيانينا والنوع بتاع عيانينا في الايديوكيشن كده لان حضرتك عشان يبقى فيه بامب كل حته لازم يكون فيه ايديوكيتور في كل حته افيلبل ولازم يكون كل الدكاتره اللي بتتعامل عارفين يعني ايه طفل ويعني ايه لازم يعرف يعمل ديكشن للزميل كل حاجه ودي هتبقى ديفيكلت شويه في الاول لكن هي اون جوينج الخدمه دي هتبقى موجوده لكن انا افضل لو انا هختار الايه السنسور دي. بالنسبه بقى هستخدم انهي نوع في جلارجين 100 ولا 300 ولا الجلارجين ولا الديجلوتيك احنا على حسب السن وعلى حسب العيان بتاعه يعني انا مثلا عندي عيان من سن في اول سنه مفيش حاجه مسموح بيها من اول سن سنه لحد سن 60 الحاجتين المصرح بيهم الفيتينير والديجلوتيك من سن 60 حضرتك طبعا ممكن تستخدم الجلارجين 300 من سن سنتين ممكن تستخدم الجلارجين 100 هيعتمد مع حضرتك على ايه؟ حضرتك إيه العيان بتاعك عايز يدفع فلوس ولا لا؟ لان حضرتك عارف التامين في حاجات بفلوس وحاجات مجاني. كوباي من سنتين. الاقل من 6 سنين انا بفضل الديجلوتيك. ايوه. فوق 6 سنين انا بفضل الجلارجين 300. في الادوليسنس اشكرك جدا الادوليسنس اشكرك يا دكتور شكرا شكرا دكتور اشرف شكرا دكتور مختار اهلا بيك في دكتور شهرزاد شهرزاد برضو انا عامل حقيقة الميوت التواصل مع دكتور اشرف برضو حقيقة على كده بنفسك وجهة العمل ويعني حقيقة من دولة ايه مصر او برا مصر اتفضلي السلام عليكم دكتورة شهرزاد بسم خلف الزبوري فورد عراقي طب المجتمع تدريسية في كلية طب كربلاء استاذ مساعد اهلا وسهلا دكتور بالنسبة إلى مريض يعني diabetic dependent on insulin type 1 ممكن يتبع حمية الكيتو كيتوجينيك دايت يعني ممكن يدخل يعني switching يعني الانرجي سورس فروم جلوكوز انتو كيتون بوديز طيب هو انا قلت الحته دي بس هرجع اقولها تاني لحضرتك نعم انا ما حضرت شرف يا فندم على دماغي تحت امرك الكيتوجينيك دايت بروهيبتد في التايب 1 دايابيتس في التشايلد هود لان انا يعني اي كده ممكن ماذا نسمع زين يعني الصوت اذا ممكن الصوت واصل كده الصوت يعني تمام كده حضرتك سامع صوت كويس؟ افضل إيه بصي حضرتك هو انا في الاطفال انا ايه مشكلتي؟ انا ما عايز الطفل ده يجرو فعلشان يجرو لازم استخدم البروتين بانه يبني لازم استخدم الفات انه يبني طب مين اللي هيدي مصدر الطاقه؟ هيبقى الكربوهيدرات طب لو انا شلت الكربوهيدرات واستخدمت البروتين والليبت كمصدر الطاقه السكر هيبقى جميل جدا والعينين هيبقى سكره مظبوط جدا بس هيجرو لس والسكسوال ماتيوريتي هتبقى لس يبقى انا هخسر ان هو يجرو كويس وهخسر الماتيوريتي بتاعته تبقى كويس فانا في البيدياتريك كل الاستاذز اللي اتعملت لقيت ان العيانين اللي مشوا على كيتوجينيك دايت ما بيطولوش كويس ما بيعملوش سكسوال ماتيوريتي كويس فبالتالي بالظبط لكن يعني في اطفال حتى بتعمله من نفسها يعني بتخش على الانترنت وتبتدي تتابع مع حاجه اونلاين ويظبطوا اونلاين يجي لك سكره مظبوط جدا لكن ما بيكبرش انا محتاجه ياخد كربوهيدرات محتاجه ياخد انسولين عشان يكبر
فبالتالي كل الديفرنس اللي هي بيدياتريك وكل السوسايتس بيدياتريك حد النهارده ورهبت ان انا استخدم الكيتوجينيك دايت او حتى اللو كارب دايت، انا محتاج باخد كربوهيدرات محتاج باخد انسولين. شكرا جزيلا دكتور. شكرا شكرا دكتور زياد. شكرا دكتور اشرف. طيب في حد تاني عايز؟ في دلوقتي في سؤالين دلوقتي. دكتورة سهير بتقول هل حمية الكيتو دايت لها أثار جانبية على الصحة؟ من الأفضل كارب أم الأفضل لو كارب لعلاج السمنة؟ أعتقد إحنا جاوبنا على اللو كارب أفضل من الكيتوجينيك دايت، بس لو في حد أضلت بأندر ستريكت كنترول. لان حضرتك انا عندي يعني انا ليا كذا حد زميلي كان لسه النهارده بيتكلموا ان هو عامل كيتوجينيك دايت، بس الانزيمز بتاعت الليفر عاليه والكيدني فانكشن ابتدت تتاثر، فهو ما ينفعش يتعامل لوحده يعني، بالرغم ان هم دكاتره وعاملين نفسهم كيتوجينيك دايت وابتدت الليفر انزيمز بتاعتهم تعلى جامد، فهي محتاجه ستريكت كنترول ومحتاج سوبرفيجن ومحتاج شورت تايم، لكن هو يمشي حياته كلها عليه دي مش تمام. وحضرتك برضو اعتقد حضرتك ممكن ترد عني في الموضوع ده. تمام. هلا هو طبعا استكمال كلام دكتور اشرف، طبعا الكيتوجينيك دايت ليه ديس ادفانتج وليه كومبليكيشن كتير، لينير جروث، الاسيدوزز، الليفر فانكشن، والهايبوغلايسيميا. يعني دي الكيتوجينيك دايت لازم يبقى فيه ستريكت مونيتورنج، ومفروض كمان ما يقعدش عليه على طول، لان ليه مده معينه ما ينفعش يكتر عن كده، ان هو بيبقى ليه كومبليكيشنز يعني اللي بيبقى الطفل في غنى عنها يعني. طيب في حد تاني عايز يسال اي سؤال لدكتور اشرف؟ طب دكتور اشرف انا عايز اسال حضرتك سؤال. الكالسيوم يعني في ستاديز قالت ان الكالسيوم بيظبط، بيبقى ليه يعني عامل في تظبيط السكر، يعني دايت ان ريتش ان كالسيوم من ضمن الحاجات اللي هي بريسكرايب للعيانين الدايابيتيك، ان الكالسيوم بيحسن الليفل اوف بلاد جلوكوز، هل ده فعلا صح ولا لا؟ هو كلها طيب حضرتك، مفيش حاجه يعني مفيش حاجه اتعمل عليها ايفيدنس دي، لكن عامه الدايت اللي فيها كالسيوم اللي هي اللبن اللي هي الجبن اللي هي الحاجات دي كلها، فدي كلها بيبقى فيها فات، الفات بيخلي الابسوربشن قليل فبيعمل ستيدي ستيت، السكر ما بيرفعش قوي ما بينزلش قوي. اي حاجه عندنا فيها فات بنحتاج ان احنا نقسم عليها ايه السكر، يعني ما ينفعش تاخد شوت واحده انسولين غالبا بيحتاج يتقسم، فدول بيبقوا حلوين قوي مع البامب، لكن هو ان انا استخدم الكالسيوم لوحده، وفي ناس اتكلمت على الزنك لوحده، في ناس اتكلمت على الفايبرز، هي اكتر حاجه بتحسن وضع السكر الفايبرز، اي فايبرز اي اكل ده احسن حاجه ممكنه واحسن حاجه تظبط عين السكر انك انت تزود الفايبرز في الاكل بتاعك، اي حاجه غير كده كلها درجاتها متساويه. تمام شكرا اشرف. طيب في حد عايز يسال ثاني سؤال يا جماعه؟ دكتوره خوير بتسال لو كارب دايت از لايف ستايل. انا ما جربتوش الحقيقه يعني بشكل شخصي، بس في ناس كتير ماشي عليه وجايب عليه نتائج كويس، يعني على الاقل جايب عليه نتائج كويس، بس برضو انا بتكلم على الاضل البيدياتريك. لا البيدياتريك. تمام شكرا دكتور اشرف. طيب في اي حد في دكتوره فاطمه؟ خلاص هو الصوت بقى واضح. في اي حد ليه اي سؤال لدكتور اشرف عايز يسال اي حاجه؟ في دكتوره طلبه، لو حد عايز يسال الدكتور اشرف دايركت ممكن يعني يرفع ايده. استاذن بس الدكاتره اللي هم رافعين ايديهم، لو هم مش هيسالوا سؤال تاني ينزلوها بس عشان ما اعملهمش انميوت، وهم مش عايزين يسالوا، فاللي مش هيسال من الدكاتره اللي رفعت ايديها بعد اذنكم بس ينزل ايديه. واللي عايز يسال اي سؤال دلوقتي دكتور اشرف او عنده كيس عايز يسال عليها يتفضل، يا اما يكتب في الشات يا اما يرفع ايده وانا اعمل له انميوت. في حد عايز يسال اي سؤال يا جماعه؟ شكرا دكتوره فاطمه، شكرا دكتوره شهرزاد. في اي حد في سؤال كان حد عايز يساله؟
طيب في في حد بعت لي على الواتس دكتور اشرف بيسال عن البيزل انسولين، هل كلهم بيبقوا يعني ب 24 ساعه ولا في ولا ساعات بيتقسموا 12 و12؟ حضرتك هو البيزل انسولين ده دوز ديبندنت، حاجه زي الجلارجين 100 انت محتاج تعدي ال 12 وحده عشان يكمل معاك 24 ساعه، اقل من كده محتاج ان انت تقسم الانسولين. بالنسبه للديجلوديك هو ملوش بيك بيقعد 42 ساعة، فهو المفروض ان هو كده كده بيعدي ال 24 ساعة، بس في ناس اتكلمت على الماكسيمم جلايسيميك لورنج افكت ده بيحصل خلال 3 ل 4 ساعات، لكن غالبا الديجلوديك ما بيحتاجش يتقسم اللي هو ولا الجلاجين 300، لكن الجلاجين 100 دوز ديبندنت اه بيحتاج يتقسم. الليتيمير كده كده ما بيقعدش اكتر من 12 ساعة اللي هو اسمه في السوق ليفيمير. الجلارجين 100 في العراق اسمه البيزاجلار، في مصر اسمه لانسو، ده بيحتاج يتقسم في بعض العيانين. تمام، ده بالنسبه للبيزل او بالنسبه للسؤال ده. تمام، شكرا لحضرتك. انا بس عايز اقول حاجه بالنسبه للهاني، اللي حد كان سال على الهاني في العين دايبيتك. اولا الهاني بيقول يعني انا يعني بصيت عليها على الانترنت، الهاني الجلوسيميك اندكس بتاعه بيبقى اقل من السيمبل شوجر، وغير كده كمان قالوا ان هو انت لازم يخش في حسبه الكربوهيدرات كاونتنج اللي انت بتعمله، يعني بحيث ان انت بحيث ان انت طبعا دكتور اشرف طبعا استاذنا في الحته دي، بحيث ان انت تغطي الريكويرمنت بتاعتك. لكن هو كجلوسيميك اندكس هو اقل من السيمبل شوجر، بس لازم يتحسب في الكاونتنج بتاعك عشان ما يرفعش البلاك جلوكوز. طيب في اي حد ليه سؤال تاني دكتور اشرف؟ حد عايز يسال اي سؤال؟ لو حد عايز يسال اي سؤال دكتور اشرف يرفع ايده او يكتب في الشات. في حد دكتوره فاطمه؟ طيب دكتوره فاطمه احمد برضه حضرتك على فكره بنفسك وجهه العمل والدرجه اللي حضرتك منها، اتفضلي. السلام عليكم، دكتوره فاطمه محمد احمد يوسف معهد بحوث حياه الحيوان استاذ الكلينيكال باثولوجي. اهلا وسهلا. بالقاهره بمصر يعني. اهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور شاكرين لحضرتك على المحاضره الجميله دي. بقول لحضرتك بعد اذن حضرتك يا دكتور، بالنسبه للتحاليل يعني حضرتك تنصح نعمل تحاليل قد ايه بحيث ان هو يبقى متاكد ان هو ماشي صح؟ لان انا ابني عمله، هو كبير عمله بس بعد كده لقينا الليفر فانكشن عاليه وبدا يخش في مشاكل ثانيه. حضرتك بتتكلمي على الكيتوجينيك دايت ولا بتتكلمي على السكر؟ على الكيتو. بالنسبه للكيتوجين طيب دكتور رامي طبعا هيبقى احسن مني في الرد، لكن حضرتك محتاجه انك انت دايما تتابعي الليفر فانكشن كل شهرين لثلاثه، والكيدني فانكشن نفس الحكايه، والهيموجلوبين اي 1 سي كل ثلاث شهور. تمام يا دكتور، شكرا حضرتك جدا. شكرا دكتور شرما. لو في برضو في اي سؤال تاني للدكتور خالد؟ الدكتور اشرف، في دكتور خالد تقريبا كان كتب سؤال بس هو هو خرج. طيب دكتور في اي حد يسال الدكتور اشرف اي سؤال؟ اوكي. شكرا دكتور اشرف بجد، شكرا على الويبنار الجميل دوت. استمتعت بوجودي مع حضراتكم، شكرا جزيلا لحضراتكم. الله يخليك، شكرا دكتور اشرف، وشكرا للاستاذ الحضور، شكرا على الاسئله بجد اللي هي تشالنجنج ديت، وشكرا دكتور اشرف على الويبنار السيمبل الجميل وعلى الاجابات الواضحه. وسعيد جدا ان احنا كنا مع حضرتك النهارده، وانا اسف ان احنا خدنا من وقت حضرتك في العيد. اي ام سوري يعني. تشرفنا حضرتك. الله يخليك، ان شاء الله يبقى في بنارز كتيره مع دكتور اشرف، شرحنا حاجات كويسه ان شاء الله. شكرا حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك وشكرا شكرا شكرا للساده الحضور بجد. وانا يعني انا برضو عايز اقرب عن سعادتي، لان احنا كنا عملنا ويبينار عن الاتش بايلوري من حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع، ويمكن في ناس من الموجودين حضروا، لان طبعا سعادتي طبعا بالحضور، سعادتي طبعا الدكتور الاستاذ دكتور احمد مراد جي اي تي كونسلتنت، سعادتي اكتر ان انا جالي يعني تليفون او اتصال من طالب في جامعه في امريكا، وطلب وطبعا هو قال لنا هو ما حضرش الويبينار، بس هو قال هو كان يعني قال لي ان هو وصل الفيدباك منه بتاع الويبينار، وطلب ان احنا ننظم ويبينار عن الاتش بايلوري معاهم.
فطبعا الكلام ده كان قبل العيد مباشره، فقلت له حتى استناني بس لما اتواصل حتى او انظم او اكلمك بعد كده. بس طبعا كل شكر والتقدير واحترام للاستاذ دكتور احمد مراد على الويبينار الجميل اللي عمله، ولسمع درجه ما وصل لليونايتد ستيتس. نكلمنا حد طالب في احد الجامعات الامريكيه هناك وطلب ان احنا ننظم الويبينار مع، يعني هو ما وضحش قوي بس انا قلت له ان شاء الله نتواصل بعد كده يعني بعد العيد بفتره صغيره كده. وهو قال ان احنا عايزين نعمل ينظم معانا ويبينار عن الاتش بايلوري، تقريبا هيبقى مع الجامعه بتاعته في المكان في امريكا يعني. فطبعا دي حاجه جميله جدا ويعني حبيت اقولها لكم. وطبعا انا عارف ان في من ضمن الناس الموجوده ناس حضرت الاتش بايلوري مع دكتور احمد، وان شاء الله كمان ننظم ويبينار مع دايابيتس يبقى انترناشونال مع برضو جامعات ثانيه. ويعني انا بس حبيت اقول لكم الكلام ده. الكلام ده يعني الاتصال ده تقريبا كان قبل العيد بحاجه بسيطه. فطبعا دخول العيد، وطبعا هو الدكتور للاسف الانجليزي بتاعه يعني اولد انجلش، فهو اصلا ما كانش عارف يكسبريس هيم سيلف. فقلت له طب اكتب حتى، فكتب فبعت يعني كتب كتابات على الماسنجر عشان يوضح هو عايز يقول ايه. وطبعا شكرا استاذ دكتور اشرف على اللي انا حضرتك بجد، شكرا حضرتك اخترت الحاجات المهمه في الـ في الـ في الدايبيتس. شكرا لحضرتك، شكرا لوقت حضرتك، وشكرا للحضور، وكل سنه وانتم طيبين كلكم. الله يخليك، شكرا دكتور اشرف. في اي طيب كده احنا خلاص خلصنا الاسئله. ايوه دكتوره شيماء حضرتك كنت معانا فعلا انا عارف. طيب كده احنا ان شاء الله خلصنا. دلوقتي انا هنزل لكم، شكرا دكتوره كده، هنزل لكم ثلاث لينكات اربع لينكات. دي فيها لينك الفيسبوك ولينك البيج ولينك القناه باذن الله هتنزل عليها المحاضره، وفي برضو لينك الواتس جروب هنزله لو اي حد عايز عشان تتابعونا في اي حاجه بعد كده، او اي حد ليه اي توبيك عايزنا نقدمه، او حتى لو هو عايز يبقى سبيكر معانا اهلا وسهلا. فهنزل لكم دلوقتي لينك الواتس جروب عشان تتابعوا الحاجات اللي جايه اسرع. وشكرا للحضور من دوله العراق، من دوله السعوديه، ومن مصر. ان شاء الله يعني انتظرونا، يعني ان شاء الله الويبينارات الجايه هنعلن عنها قريب وعشان تبقوا معانا فيها ان شاء الله. ولو اي حد ليه توبيك معين عايزه يعني تواصل معايا، ان شاء الله نعرف ننظم حاجه في التوبيك اللي هو محتاجه ان شاء الله. يعني دي اللينكات كلها، فاتأذنكم خشوا عليها. ده اخر واحد الواتس، والثلاثة اللي فوق كان الفيسبوك والقناة والبيج. فبعد اذنكم ادخلوا عليهم دلوقتي، واللي هيلاقي صعوبة في اي لينك بعد اذنكم يكتب لي هنا. اللي مش عارف يفتح اي لينك منهم يكتب لي هنا بعد اذنكم. في اي حد ليه اي كومنت على اي حاجه؟ طيب دكتور فاطمه اذنك بس انزلي ايدك عشان انا كده افتكر ان حضرتك عايز تسالي عن حاجه. دكتوره نور، الويبينار دوت من غير شهادات، يعني طبعا احنا بالاجازه يعني صعب ان احنا نعمل شهادات في اجازه رسميه. بس يعني ان شاء الله اوعدك هيبقى في شهادات في الويبينارز الجايه ان شاء الله باذن الله. وارجو ان تكونوا استمتعتوا بالويبينار واستفدتوا منه. ولو اي حد ليه اي سؤال حتى بعد كده ممكن يبلغني بيه وانا ابعته للدكتور اشرف. وشكرا ليكم، وكل سنه طيبين للناس في عيد الاضحى، وكل سنه طيبين جميعا. شكرا ان انتم حضرتوا في العيد يعني.